كون خات واحد المحلبه في الحاجب شو 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 فيصل فلوغ اي كيعجبني نلعب بحال هذوك الاسئله هادو اللي كي دغيا كيبقاو يهضروا. صباح الخير عليكم الناس، تكونوا كاملين بخير. صباح الخير مع عارف كاع شحال دابا، واش الجوج ولا ما عرفتش. دابا انا كنقول لكم صباح الخير حيت زعما مازال ما حطيتش شي فلوغ، مازال ما حطيتش شي ستوري هذا النهار هذا، داكشي علاش. انوي مرحبا بكم، راكم بروك انتم تكونوا كاملين بخير. عرفتي بزاف ديال الناس كيسولوني فيصل قال ما وريتيناش شنو هي الكاميرا اللي صورتي بها، شنو هو الماتيريال اللي شريتي، شنو هي الكاميرا اللي شريتي الجديده وهذا. دونك الكاميرا اللي شريت جديده انا قلت زعما بغيت نخليها حتى ندير صورت لكم فيديو ديال لي انبوكسين فاش كنحل الكاميرا الجديده والماتيريال اللي شريت كامل، مي مازال ما حطيتوش. قلت زعما نخلي حتى الفلوغ، مي غادي نوريكم الكاميرا غير من القدام اولا من اللور من جهه وحده، ونشوفوا تقولوا لي في لي كومونتير. غنحط لكم جوج اختيارات، غتختاروا وحده من الاختيارات وتقولوا لي اين وحده فيهم. الناس اللي عارفين في الكاميرا انا غادي نوريكم الكاميرا شويه وتشوفوا، ما نوريهاش لكم كامل باش نخليو داكشي يكون مفاجاه. صاك لي شريتو جديد ديال الماتيريال هذا هو اللي غيمشي معنا في التريب الجاي ان شاء الله، ملي غنخرجوا من المغرب واحد التريب اللي غيكون مفاجاه وغيعجبكم، ماشي 100% مليون في المية قريب ان شاء الله. نحلوا بلاصه الكاميرا، مي صبروا خصني نغطي هنا حيت هنا كاينه سميات الكاميرا. اوبا غادي نجبدوا الكاميرا دابا هكا لما تشوفوا سميتها باش ندير لكم تشالنج خصكم تعرفوها. من هنا فوالا هذا الكيج ديالها داير عليها، شفتوها. اوكي باش نعاونكم في هذه الكاميرا هذه باش تعرفوها في هذا التشالنج هذا، غنحط لكم جوج ديال الاختيارات ديال انواع الكاميرا اللي وحده منهم هي هذه الكاميرا اللي وريتكم دابا. الاول فوجي فيلم اكس تي 3 ولا سوني اي 7 مارك 3، وحده منهم هي هذه الكاميرا. صورتو نشوفوا واش غتجيبوها. فوالا ولي صافي بارك عليكم، يلا مسابقة شناهي ديرها باينة، الناس اللي عارفين الكاميرات باينة مرقة كاع ماشي باينة. كنتفرج جيت لقيت عاوتاني فيصل بلوك في طوندونس المغرب، خمسة في طوندونس ديال المغرب وفي دولة الجزائر الشقيقة لي سنين معاها كونترا، 26 في طوندونس وفي الإمارات 32. Yeah.